بسم الله، نركز بقى قوي يا شباب عشان درس النهارده مهم جدا. هنتكلم عن present simple. present simple اللي هو زمن المضارع البسيط. present simple ده بنستخدمه امتى؟ المضارع البسيط ده لما اكون هتكلم عن facts الحقائق او habits العادات. يبقى امتى بستخدم البريزنت سيمبل المضارع البسيط يا ملك؟ لما اكون هتكلم عن فاكتس الحقائق او هابتس العادات. برضو لسه مش فاهمين يا مستر، يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ الحقائق دي يعني حاجات ثابته عمرها ما بتتغير. يعني مثلا the sun rises in the east، الشمس بتشرق من المشرق، دي حقيقة ما بتتغيرش ثابتة. The sun rises in the east، عشان كده استخدمنا زمن المضارع البسيط. habits العادات، لو أنا متعود أزور مثلا جدي يوم الجمعة يبقى I visit my grandpa on Friday. I visit my grandpa on Friday، يبقى دي برضو عادة، أنا متعود أزور جدي يوم الجمعة. يبقى أنا بستخدم الـ present simple في حاجتين، إيه هما يا شباب؟ facts habits، facts habits. طب شكله إيه يعني يا مستر الـ present simple ده؟ بص يا حبايب قلبي، هنروح عاملين إيه؟ نقفل المايك بعد إذنكم، نحط هنا letter S ونقول he she it والمفرد دول بيحبوا الاس، he she it والمفرد دول بيحبوا الاس، وعندي خمسة بره القلب مش بيحبوا الاس، مين هم بقى؟ I we you they والجمع مش بيحبوا الاس، بيحبوا المصدر بس. I, we, you, they والجمع مش بيحبوا الاس، بيحبوا المصدر بس. يعني لو احنا يا شباب قسمنا كده، خدنا I, we, you, they والجمع، the boys مثلا الولاد the boys، وجينا هنا عملنا جروب تاني حطينا فيه he she it والمفرد the boy مثلا، لو جينا ادينا مثلا مثال بفعل like يعني يحب، هيبقى مع الجروب الاول ده اسمه like، I like we like you like they like the boys like، ويبقى النيجاتيف بتاعه don't like لا يحب. أما مع هيشي إت والمفرد هيبقى اسمه لايكس، إحنا قلنا بيحبوا الأس يبقى الفعل اللي بعدهم لازم نضيف له أس، لايكس. لو عايزين نجرب بقى بنقول إيه؟ دازن لايك، دازن لايك. طب تعالوا نعمل جمل كده مع بعض، يعني مثلا أنا يا روفان لو حبيت أقول أنا بلعب رياضة يبقى هقول ايه؟ I I play play sports. sports. جميلة جدا. طب عايز اعمل Thanks. نيجاتيف للجملة دي يا روفان واقول ان انا مش بلعب رياضة. I don't play sports. اشطر روفان في الدنيا. I don't Thank you. play sports. ده كلام جميل. طب يا نوراي لو انا عايز نفس الجملة دي بس هي مش I. Okay. He doesn't. لا أنا عايز جملة هو يلعب رياضة. He plays sports. شفت عملت إيه؟ حطت S للفعل. He plays sports. طب لو عايز أعمل نيجاتيف أقول هو مش بيلعب رياضة. He doesn't play sports. ممتازة. Excellent. He doesn't play
سبورتس. ده كلام عظيم جدا يا ملوكة. لو أنا عايز أقول نحن نشاهد التلفزيون، مايك مش راضي يتفتح. ما مفتوح يا ما يا ملك وأنا سامعك. أنت فاتحة مرتين الظاهر، أنت فاتحة من تليفونين يمكن. اه اكيد انت فاتحه من تليفونين طالما الصوت ده كده. يا لارا نحن نشاهد التلفزيون. يا لارا We watch TV. we watch TV. نحن نشاهد التلفزيون. عايز اعمل نيجاتيف بقى واقول نحن لا نشاهد التلفزيون. We don't watch TV. We don't watch TV. جميل جدا. طيب يا ميرنا لو انا عايز شي على نفس الجملة دي بس اخليها شي، تبقى شي ايه؟ She watches TV. She watches. برافو. بس خلي بالكم هنحط ايه هنا؟ اي اس. She watches TV. طب عايز اعمل نيجاتيف واقول هي لا تشاهد التلفزيون. يبقى هقول ايه يا لولي يا لارين؟ قلتي ايه؟ She doesn't watch TV. ممتاز. She doesn't watch TV. يبقى احنا عرفنا كده يا شباب ان اي وي يو ذي والجمع ناخد معاهم المصدر والنفي بدونت. هي شي ات والمفرد بنضيف للفعل اس او اي اس او اي اي اس. تعال بقى اعلمك واقول لك امتى تضيف للفعل اي اس. لو كان الفعل بتاعنا اخره دبل اس او اس اتش او أو سي اتش او اكس. تعالوا هديكوا امثله على كل واحد في دول. يعبر الطريق يعني كروس ذا رود، الفعل كروس. لو قلنا هي يبقى لازم اخليها كروسز، يبقى انا احط لها كده اي اس. هي كروسز ذا رود. عندي يغسل، يعني ايه يغسل يا حلوين؟ واش. طب لو قلت شي هتبقى شي ايه؟ واشز. احط لها اي اس. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا مستر، حضرتك درست انجلش اونلاين لمرحله ابتدائي؟ هو انا اوريدي شغال دلوقتي، ممكن تكلميني بعد 10 بعد اذنك؟ طيب خلاص اوكي ماشي، السلام عليكم. بعد الساعه. شكرا. سي اتش زي مثلا يشاهد، لسه واخدينها حالا واتش. هنا احط لها اي اس تبقى واتشز. جو يذهب. لما اجي احط لها احط لها اي اس اهو جوز. كلمة يصلح لو قلنا ذا ميكانيك فيكسز كارز. فيكس يعني يصلح. طيب يبقى هنا نخليها فيكسز بالاي اس. يبقى عرفت امتى تضيف اي اس للفعل؟ لو كان اخره دبل اس اس اتش اتش او اكس. طب انت بقى يا حلوين نضيف اي اس لما يكون الفيرب بتاعنا اخر واي، بس بشرط لازم الواي يكون قبلها كونسوننت. زي ايه يعني؟ study يذاكر، carry يحمل، carry the bag يشيل الشنطة، cry يبكي. بص كده هتلاقي الافعال كلها اخرها واي وقبلها حرف ساكن. طب نعمل ايه؟ نشيل الواي ونبدلها بحرف الاي. تشرب ايه؟ اشرب شاي. study تبقى studies.
طب يلا نشوف كاري نعمل ايه نشيل الواي ونبدلها ونبدلها بحرف الاي. كاري بقت كاريز. يلا بينا هنا في كراي نعمل ايه نشيل الواي ونبدلها بحرف الاي. كراي بقت كرايز. طب لو جينا نعمل بلاي باي ستاي دول ما ينفعوش معانا هنا، هنحط لهم الاس على طول لان اللي قبل الواي فاول متحرك. خدنا بالنا يا شباب؟ Yes. اوكي طيب تعالوا يا اصدقائي نعمل لعبة جميلة. الاول بس لازم ناخد الكي ووردز بتاعت الزمن ده. يعني ايه الكي ووردز؟ يعني كلمات لما اشوفها اعرف ان انا هنا في البريزنت سيمبل في المضارع البسيط. اول كلمة عندي كلمة every. every يعني كل، every day كل يوم، every week كل اسبوع، every month كل شهر، every year كل سنة. يبقى بص كده لما انا اقول لك هي to school every day هيبقى هنا go ولا is going ولا goes ولا went. جوز طيب تعالوا الأول، أنا عارف إن أنتوا شطار بس أنا عايز أفهمك حاجة مهمة أوي. أول حاجة وانت ما تنفعش لأن ما فيش حاجة بتدل على الماضي. تاني حاجة جو أصلاً ما فيش حاجة اسمها هي جو، بس في حاجة اسمها هي از جوينج. بس ليه ما خدناش هي از جوينج؟ علشان ده اسمه مضارع مستمر واحنا هنا في مضارع بسيط. ايه عرفني ان انا في مضارع بسيط؟ كلمة Every every هي دي اللي ودتني لمين؟ لجوز. لجوز يبقى فهمنا كويس اللعبة جاية منين؟ ان في كلمة بتدل على المضارع البسيط. ايه تاني يدل على المضارع البسيط البريزنت سيمبل؟ حاجة اسمها adverbs of frequency اللي هي ظروف التكرار. تعالوا بقى نعرفهم. always دائما، always usually عادة، usually often أو ممكن أقولها often الاثنين صح. sometimes sometimes أحيانا. never 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 أبدا. يبقى أنا عندي always يعني دائما، usually عادة، often غالبا، sometimes أحيانا، never أبدا. أبدا يعني إيه يا شباب ظروف التكرار؟ يعني الفعل اللي أنا بعمله ده أنا بكرره كم مرة؟ يعني مثلا لو أنا بخرج من بيتي كل يوم آخد تاكسي يبقى هقول I always take a taxi. طيب لو انا في يوم من الايام السبعه بتوع الاسبوع ما باخدش فيه تاكسي يبقى هقول I usually take a taxi. طب لو اقل شويه لو يومين ما باخدش فيهم تاكسي يبقى هقول I often take a taxi. طب لو 3 أيام كده وثلاثة كده مثلا أو ثلاثة كده وأربعة كده يبقى I sometimes أحيانا take a taxi. I sometimes take a taxi. طب أنا مش باخد تاكسي خالص. I never take a taxi. يبقى ظروف التكرار دي فايدتها إيه؟ تعرفني الشخص ده بيكرر الفعل ده كم مرة. عشان كده لما نيجي نسأل عن الحاجات دي بنسأل بأداة استفهام اسمها how often، يعني كم مرة. يعني نقول how often do you take a taxi، كم مرة بتاخد تاكسي.
اه راح مجاوب قال لي I always take a taxi, I usually take a taxi. بس how often دي يجي بعدها do أو does, يعني ممكن تلاقيه بيسألك يقول لك how often does he take a taxi, كم مرة هو بياخد فيها تاكسي. هنا بص هنجاوب ازاي, هناك كنت بقول I always take a taxi, لكن هنا هنقول he always takes, عشان he always takes a taxi. أقل شوية يبقى he usually takes a taxi. طب أقل شوية he often takes a taxi. طب أقل شوية He sometimes takes a sometimes taxi. He sometimes takes a taxi. طب مش بياخد تاكسي خالص. He never takes a taxi. برافو عليكم يا شباب. تعالوا بقى نعمل نيجاتيف مع بعض. لو انا عندي الفعل اسمه play او plays, eat او eats, drink او drinks, بص كل فعل من دول ليه طريقتين في النفي. play علشان انفيها اقول don't play او never play. اما لو كانت plays يبقى هنا نقول doesn't play او never plays. واخد بالك من الفرق بين doesn't و never؟ doesn't يجي بعدها فعل في المصدر, لكن never لما تيجي تنفي plays تبقى never plays, الفعل فيه اس زي ما هو مع never. eat النفي بتاعها ايه يا شباب؟ don't eat. لكن eats doesn't eat. برافو. drink ننفيها ازاي؟ don't drink. برافو عليكم. طب drinks doesn't drink او never drinks. ممتازين يا جماعه والله. تعالوا يا أصدقائي نسأل كده, مثلا يا جودي لو أنا عايز أقول he a taxi, هنقول he never take ولا take never؟ never takes ولا never takes never. يا جودي hey never take. طيب واحدة واحدة نفكر كده. he she it والمفرد دول بيحبوا ال الاس اس, يبقى take دي ما تنفعش و take دي ما تنفعش, فاضل لي never takes و takes never. مين اللي تنفع فيهم؟ never takes. ليه يا مستر never takes؟ بص يا حبيب قلبي, ظروف التكرار اللي هي always اللي انا بقوله ده مهم قوي خلي بالك منه, و usually و often و sometimes
ونيفر never مكانهم فين في الجملة؟ بين الفاعل والفعل. يعني بص الفاعل أقول إيه؟ I always go. She usually eats. He often reads. We sometimes sleep. They never come. يبقى فين ظرف التكرار؟ يبقى فين مكانه؟ بين الفاعل والفعل. إلا بقى لو جه am is are ظرف التكرار. am is are ظرف التكرار. am is are و don't و doesn't دول يجوا قبل ظرف التكرار. يعني بص أقول إيه؟ أقول he happy. بص أقول he always is happy ولا he is always happy؟ he always happy. برافو، he is always happy. ليه؟ لأن happy. إحنا قلنا am is are ظرف التكرار. يعني am و is و are يسبقوا ظرف التكرار. don't و doesn't يسبقوا ظرف التكرار. يعني مثلا أقول it doesn't often rain in summer. يعني الدنيا غالبا ما بتمطرش في الصيف. شفت جبت doesn't قبل often. اتفهمت دي؟ اوكي يس اوكي يس. طيب هنا يا شباب عايز اعلمك السؤال بقى. لما تلاقي الاجابه بتاعت السؤال بيس او نو، هلاقي مثلا يس اي هيلب ماي فاميلي، خليني اقول لك نو الاول. نو اي دونت جو تو لندن. لا انا ما بروحش لندن. No she doesn't sleep early. لا هي ما بتنامش بدري. طالما الاجابه بيس او نو لازم تروح تدور على فعل مساعد تسال بيه. طب فين الفعل المساعد هنا؟ do. تروح رايح سائل بيها واي تتحول ليو، والفعل مع دو داز لازم يبقى في المصدر. يبقى هنا قلت يو جو تو لندن. هل انت بتروح لندن؟ يس اي جو تو لندن، او نو اي دونت جو تو لندن. يلا نعمل دي. الاجابه بنو يبقى ندور على فعل مساعد اللي هو مين؟ داز. داز يبقى داز، ونجيب الفاعل داز Does she sleep early? No, she doesn't sleep early. جميل قوي. دي نو. طب خلي بالك بقى من يس، علشان يس فيها لعبة. يس I help the poor. أيوة أنا بساعد الفقراء. يس I help the poor. وهنا يس she helps the poor. ايوه هي بتساعد الفقراء. الله، الاجابه بيس بس ما فيش فعل مساعد، نعمل ايه يا مستر؟ سهله يا حبيبي. بص تروح رايح للفعل، لو لقيته في المصدر تسال بدو، لو لقيته اخره اس تسال بتز. ايه رايك، سهله ولا لا؟ يس. لو لقيته مصدر اسال بدو، لقيته اخره اس اسال بتز. يس. تتحول ليو، يبقى do you help the poor؟ هل بتساعد الفقراء؟ Yes, I help the poor. طب هنا does ايه؟ Does she help هنا الفعل اسمه helps. لما تطلعه فوق هيبقى اسمه help، لأن do does لازم معاهم المصدر. Does she help the poor؟ دي ده السؤال ب yes أو no. Recording Yes. نقفل المايك تاني يا شباب. لا انا عايز انا هعمل المايك يا شباب.
يلا نعملها كمان مرة يا شباب. Yes, they come sometime. المايك يا حبايب. Yes, they come on time. أيوة هما بيجوا في ميعادهم. Yes, she comes on time. أيوة هي بتيجي في ميعادها. يا محمد يا تامر. نعم اعمل لي سؤال على الأولى دي. برافو، طالما الفعل في دو المصدر دي يبقى نسأل بدو. دو دو دي إيه؟ كم اون ذا تايم اون تايم. برافو عليك. Do they come on time؟ هل هم بيجوا في ميعادهم؟ Yes, they come on time. جميل جدا. طيب يا آدم. Yes, she comes on time. آدم. نسأل بمين يا آدم هنا؟ قولي يا لارا. ما بتجاوبش ليه يا آدم؟ مش صعبة يا آدم. جاوب بدال آه طالما الفعل فيه أس يبقى نسأل بداز. يبقى داز إيه؟ بس شي داز شي كم إيه؟ كم اون تايم. ألو؟ أيوه. ماشي يا بابا، ماشي يا بس. Does she come on time؟ هل هي بتيجي في ميعادها؟ Yes, she comes on time. حلو، ده اسمه السؤال بفعل مساعد. طب السؤال بأداة استفهام بنعمله ازاي؟ ركز بقى قوي في الحتة دي. بص يا حبيب قلبي. أي المايك، أبوس رجلك. I go to school at 7 a.m. He goes to school by car. بص يا حبيب قلبي، لما نيجي نعمل سؤال هنا لازم نقرأ الجملة كويس ونفهم معناها عشان نحدد أداة الاستفهام اللي هنستخدمها. هنا بيقول I go to school at 7 a.m. أنا بروح المدرسة الساعة 7 الصبح. طب ده وقت، الوقت ده بنسأل عليه بوين، متى. أداة الاستفهام دي لازم نجيب بعدها فعل مساعد. طب هنجيبه منين يا حبايب؟ لو ده في المصدر يبقى do، لو اخره اس يبقى does، يبقى هنا when do واي تتحول ليو. when do you go to school؟ متى تذهب الى المدرسة؟ جاوب قال I go to school at 7 a.m. هنا he goes to school by car. لما يقول لي by car او by taxi او by plane by train، هنا بنقول كيف تذهب إلى المدرسة؟ كيف دي يعني إيه؟ how. إحنا قلنا إن أداة الاستفهام لازم يجي بعدها فعل مساعد. goes، تخليني أقول هنا does. he، how does he go؟ الله، طب هي اسمها goes هنا ليه يا مستر خليتها go؟ عشان does. إحنا قلنا do و does لازم الفعل معاهم في المصدر. how does he go to school؟ كيف يذهب إلى المدرسة؟ ده طريقة تكوين السؤال. تعالوا بقى أصدقائي نحل على الـ present simple مع بعض. بس الأول هقول لك على معلومة صغننة. هو ينفع يا مستر آن is are يبقوا في الـ present simple في المضارع البسيط؟ أيوه
بس بشرط ممنوع يجي بعدهم فيرب، لان لو جه بعد ام از ار فيرب فعل بنحط له ان جي يبقى اسمه مضارع مستمر. يعني بص، لو عايز تعمل ام از ار في المضارع البسيط اهو اي ام هابي، مفيش فعل يبقى ده مضارع بسيط. هي از ات هوم، هو في البيت، يبقى ده مضارع بسيط. They are strong، يبقى ده present simple مضارع بسيط لأن مفيش فعل. طب المضارع البسيط مع have و has، يمتلك، سهل أوي. He she it والمفرد دول بياخدوا has، لكن I we you they والجمع دول بياخدوا مين؟ have. يبقى has بتيجي مع مين يا حبايب؟ مع he she it والمفرد، لكن have بتيجي مع مين؟ مع I we you they والجمع. يلا نحل، هات لي yes. page. Thirty-four. بيج كام يا مستر؟ 34 يا جنى، نمبر 1 يا جنى. they space tired، يبقى they ايه؟ اي برافو، اه they are tired، هم مرهقين. يا نوراي، هنا space drawing at the art class. هنا ار هنا ار ازاي؟ سوري ارد بعد هنا الجمع. لا هنا داز ايوه كده، هنا داز، هنا مفرد وهي شي ات والمفرد دول بيحبوا الاس، يبقى الفعل بعدها نحط له اس. هنا داز دروينج، يعني هنا بترسم، ات ذا ارت كلاس، في حصه الرسم. يا عمر هاني، اي اولويز عمر هاني. I always watch TV in TV. أشكر عمر. واتش لأن I we you they والجمع بيحبوا المصدر بس. برافو. طيب يلا بينا يا أدهم. Let's. Yes, teach. Let's. Let's go. Go. برافو. Let's لازم بعدها مصدر. Excellent. ملك ماضي. Yes, teach. Yes, teach. What is you doing today? Yes, teacher. هي يا حبيبة قلب، What space you doing today؟ What يو ينفع تاخد ام؟ no نو دي بتاعت اي. يو ينفع تاخد از؟ no نو. do يو ينفع تاخد ار؟ are يبقى what are you doing today؟ طالما الفعل فيه ار ان جي لازم ام او از او ار، لكن ام واز ما بيجوش مع يو، ار هي اللي بتيجي مع يو. يا لولي، لارين، at the park children can At the park, children can play tennis. play. برافو، excellent. يا مرنا، space is the matter. مرنا، What is the matter? What?
برافو عليكي. What is the matter؟ يا ألو، روفيل، يس، هي قالت هنا what is the matter، what's the matter، انت بقى تحل اللي بعديها. I like to space a picture. I like to paint. ممتازة، excellent. I like to paint a picture، أحب أن أرسم صورة. يلا بينا يا لورا. There is not, There is no school today. ما فيش مدرسة النهاردة. أدهم. yes, teacher. Huda space hungry. Huda is hungry. برافو، هدى is hungry لأن هدى مفرد. يا نوراي، آدم always. نوراي آدم، تفضل يا آدم، ما عندكش صوت يا آدم. نوراي ما بتردش ليه؟ كده حلو. قول. ماشي. آدم always the world. وانت آدم ولا سيف؟ لا نسيت. قول يا سيف. آدم مفرد، هي شي اتول مفرد، تلبي جوز جوز عشان بيحبوا الاس. جميل. محمد تامر، ايه ده؟ نعم. Yes. I space two sisters. I have two sisters. برافو عليك. I have two sisters. أنا عندي أختين. يا مرنا، she، وعايز verb to be يعني am is are. She is hungry. She is hungry. برافو يا مرنا. يا عمر، we plays tennis after school. ها عمر. عمر هاني. We plays tennis after school. We eh? Day. Play بس عشان I, we, you, they والجمع مش بيحبوا الاس، بيحبوا المصدر بس. برافو يا عمر. يا جودي، طارق هاف، طارق مفرد واحنا قلنا هي شي ات والمفرد. اخدوا طارق مين؟ هاز، is هاز، طارق هاز تو سيسترز، يعني طارق يمتلك اختين. محمد تامر، yes teacher. كريم look disappointed. Lots. إيه مفرد؟ he she it will مفرد، Lots. دول بيحبوا الاس، يبقى كريم looks disappointed، يبدو محبط. تعالوا بقى يا شباب نقرا الكلمات دي مع بعض بتاعت الدرس الجديد. Parasports، Parasports، Parasports يا شباب، عايزك تبص معايا هنا كده. Para Sports.
شايفين يا حبايب قلبي؟ people with special needs، ناس عندهم ايه؟ عندهم اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة، دول من حقهم يشاركوا في الألعاب زينا وزي الأصحاء، فبيتعمل لهم بطولات ورياضات اسمها بيرا سبورتس، وكمان بيتعمل لهم بارالمبيك جيمز او بارالمبيكس، بارالمبيك جيمز او بارالمبيكس. ايه البارالمبيك جيمز او البارالمبيكس دي؟ احنا في حاجة اسمها اولمبيكس، دورة مشهورة قوي، بطولة كبيرة بتتعمل كل 4 سنين في دولة مختلفة، دي بتاعت الناس الأصحاء، بيشارك فيها الناس علشان يلعبوا رياضات كتيرة، دي بتاعت الأصحاء. بتاعت الناس ذوي الاحتياجات الخاصة اسمها بارالمبيكس، بارالمبيكس أو بارالمبيك سبورتس، دي بتاعت ذوي الاحتياجات الخاصة. بارا سبورتس دي الألعاب الرياضية للمعاقين. كومبيتيشن، كومبيتيشن يعني بطولة، أقول مثلا أنا فزت ببطولة، I won a competition، I won a competition، أنا فزت ببطولة، I won a competition. I won عندي كلمة champion، البطل الرياضي اسمه champion، champion، عايز أقول أنا عايز أبقى بطل، I want to be a champion، I want to be a champion، I want to be a champion، أنا عايز أبقى بطل رياضي. محمد صلاح is a champion، بطل رياضي. gold medal، الميدالية الذهبية. بص عايز أقول مثلا عمر فاز بالميدالية الذهبية، يبقى عمر won the gold medal، عمر won the gold medal، عمر فاز بالميدالية الذهبية. طب ملك فازت بالميدالية الفضية، ملك won the silver medal، silver medal. آدم فاز بالميدالية البرونزية، يبقى آدم won the bronze medal، آدم won the bronze medal. يبقى احنا عندنا gold medal الميدالية الذهبية، silver medal الميدالية الفضية، bronze medal الميدالية البرونزية. athletes، athletes لاعبين رياضيين، athletes. international عالمي، international، international انطقها زي international. international dedication، 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 dedication يعني تكريس الوقت، نخصص الوقت للرياضة والتدريب. disabilities، disabilities، disabilities يعني إعاقات. disabilities people who have disabilities. أنا شغال بمايك عالي جدا، فهماني؟ أنت بس ممكن يكون النت ضعيف عندك أو حاجة، أو ممكن تستخدمي سماعات. هل حد عنده مشكلة مش سامعني يا شباب؟ no. الصوت كويس يا لاريت، نقفل المايكات بس يا شباب. disabilities يعني إعاقات. Olympics الألعاب الأولمبية، Olympics. World Championship، World Championship، خلي المايك مقفول لو سمحت عشان زمايلنا يسمعوا. World Championship، World Championship يعني بطولة العالم. Egypt Cup، كأس مصر. Egypt Cup. female أنثى، طب الذكر اسمه ايه؟ male، يبقى male يعني مذكر و female يعني أنثى. swimmer سباح، swimmer، ونضم بقنا في الـ ER.
ما نقولش سويمر، نقول سويمر، سويمر، رانر، رانر، ريس، ريس. أنا فزت بالسباق. I won the race. I won the race. Sitting volleyball. بص يا حبيبي، في كرة الطايرة بتاعت الناس العاديين الأصحاء، لكن في حاجة اسمها sitting volleyball، دي بتاعت اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة زي كده. اي دي اسمها sitting volleyball. sitting volleyball. sitting مستر volleyball. مس نعم. انا كل شويه اللينك بيفصل عندي. طب انا اعمل ايه يعني، النت عندك ضعيف؟ ناشونال تيم، ناشونال تيم، الفريق القومي. هارد وورك، هارد وورك. ليفل، ليفل. كونتري، بص التي والار زي ما تقول خالتش عمتش، قول كده كونتري، كونتري. اختي، صاحبتش، شايفك، شايف. كونتري، كونتري. opportunities، بص بقول ازاي، opportunities، 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 يعني فرص. opportunities، opportunities. New Zealand، New Zealand. Africa، Africa. Brazil، Brazil. Join، joined. Join، joined. Include، included. Include، included. Train، trained. بص التي والار لازم نعملهم زي بتاعت صاحبتش. Train، trained. Train، trained. Reach، reached. الإي دي كأنها تي هنا. Reach، reached. يعني ما ينفعش نقول reached، لأ. Reach، reached. Win one، win one. الشاطر بعد إذنكم يكتب الأفعال اللي أنا هقولها دي. Hold your pen، اكتب دول. Take place، والماضي took place. اكتب دول ضروري واحفظهم. take place يعني يحدث، بتساوي happen، والماضي happened. يبقى take place يعني يحدث، بتساوي happen، والماضي took place. أما take part يعني يشارك، والماضي took part، شارك. نكتب دول ضروري يا شباب. take place يعني يحدث، بتساوي happen. take part يعني يشارك. take place، took place. happen، happened. take part، took part. كتبت يا ليلي؟ yes. okay. get to، got to. get to، got to. not you good. get to، got to. hold، held. hold، held. is held in، يعني مثلا the Olympics is held in a different country each time، كل مرة بتقام في دولة مختلفة. win a medal، يفوز بميدالية. win a medal. 100 meter race، قولها معايا. 100 meter race، 100 meter race. have fun equals enjoy، have fun equals enjoy. take place equals happen. athletes with disabilities،
athletes with disabilities، دول اللاعبين اللي عندهم احتياجات خاصة. types of medals، أنواع الميداليات قدامنا اهو. a gold medal دي للفيرست وينر أو first place، للفائز الأول. a silver medal دي للsecond place، المركز الثاني، أو second winner، الفائز الثاني. a bronze medal دي للthird place، للمركز الثالث، أو third winner، الفائز الثالث. الريدنج بقى شباب ده هتسجله وتبعتهولي على الواتساب جروب بتاعنا. the Paralympic Games، the Paralympic Games is an international competition. The Paralympic Games is an international competition. الألعاب البارالمبية دي هي بطولة عالمية. for athletes with disabilities، للاعبين اللي عندهم احتياجات خاصة. like the Olympics، مثل الأولمبيات. it takes place every four years، بتقام الألعاب البارالمبية دي كل أربع سنين. and is held in a different country each time، وكل مرة بتقام في دولة مختلفة عن اللي قبلها. para sports، الرياضات بتاعت ذوي الاحتياجات الخاصة. is an important area in sports، هي منطقة مهمة في الرياضات. and Egypt has many athletes who take part in these competitions، ومصر عندها لاعبين كتير بيشاركوا في البطولات دي. زي مين يا مستر؟ آية أيمن عباس. آية أيمن عباس is a swimming champion، بطلة سباحة. who has won the Egypt Cup three times، فازت بكأس مصر ثلاث مرات. خلي بالك عشان الكلام ده هيجي نتسأل عليه. يبقى مين اللي فازت بكأس مصر ثلاث مرات؟ آية أيمن عباس. طب which sport does she play؟ الرياضة اللي بتلعبها swimming، she's a swimming champion، بطلة سباحة. ركز يا عمر. she was the first female Egyptian Paralympic swimmer in Rio in 2016. ايه ريو دي يا مستر؟ مش فاهمين يعني ايه ريو. في بطولة سنة 2016 اتعملت في بلد اسمها ريو دي جانيرو في البرازيل. الأولمبياد ساعتها كانت في البلد دي. وآية أيمن عباس خدت، كانت أول مصرية، أول سباحة مصرية شاركت في أولمبياد ريو. she has won lots of gold, silver and bronze medals، فازت بميداليات كتير، ذهب وفضة وبرونز. in many different countries، في دول مختلفة كتيرة. مصطفى فتح الله is a runner، عداء. who takes part in 100 meter, 200 meter and 400 meter races، بيشارك في سباقات ال 100 متر وال 200 متر وال 400 متر. he joined the national team in Egypt، انضم للفريق القومي المصري in 2006 and has taken part in lots of international competitions، وشارك في الكثير من البطولات العالمية. he has won many medals، فاز بميداليات كتير، including gold in the world championship in New Zealand، من ضمن الميداليات اللي فاز بيها كانت ميدالية ذهبية في بطولة العالم في نيوزيلندا. احمد عبد الفتاح plays sitting volleyball، بيلعب كرة الطائرة للجالسين. he took part in the 2016 Rio Paralympics، شارك في الألعاب البارالمبية في ريو اللي في البرازيل. where the team won bronze، الفريق بتاعه فاز بالميدالية البرونزية. he has played with his team in Africa، لعب مع فريقه في أفريقيا. and Brazil، وكمان في البرازيل. and they have won many international competitions for Egypt، وفازوا ببطولات عالمية كتيرة لمصر. being a Paralympic or Olympic athlete
كونك ان انت تبقى لاعب بارالمبيك او اولمبيك takes years of dedication. الموضوع ده بياخد سنين من تخصيص الوقت للتدريب and hard work والعمل الجاد. مش اي حد يبقى بطل، لازم بيتعب ويتدرب كتير. Not everyone can get to this level. مش اي حد يقدر يوصل للمستوى ده. But there are many opportunities. بس في فرص كتيرة. Many opportunities for everyone. في فرص كتيرة لكل الناس to take part ان هم يشاركوا and have fun ويستمتعوا doing a sport they enjoy ويعملوا الرياضة اللي هم بيحبوها. هتحللي انت بقى 39 و40 و41 وهتاخد كلمات الدرس ده كمان تحفظها، بس هدي المرة الجاية. يبقى انت هيبقى عندك كلمات درسين: exercise, healthy diet, exercise, healthy diet, unhealthy habits, mental, mental, summer camp, physical. ال pH بتتنطق F هنا. Physical, physical, routine, routine, hard, video games, tips, especially, especially. هتلاقي ناس كتير بيغلطوا ويقولوا لها especially. لا، انت شاطر وفاهم، اسمها especially. قولها كده: especially, especially. Range, range. Sugar, sugar. Fats, active, active. Clear, clear. Unimportant information, unimportant information. Develop, developed. Stay, stayed. Start, started. Summarize, summarized. Summarize, summarized. Organize, organized. Choose, chose. Drink, drank. Find, found. Give, gave. Write, wrote. Learn, learned. يبقى انت هتحفظ دول لحد هنا. As well. Play on. Aged. Easy for. It's fun to. Plan for. Full of. It is a good idea too. Sitting still for a long time. Sitting still for a long time. Do some exercise. Try to. A mixture of. A mixture of. For lunch. On hot days. On hot days. Choose for. Make friends. It is a good idea too. Sitting still for a long time. Do some exercise. دي آخر حاجة النهاردة. Any questions؟ أي أسئلة يا شباب؟ No. Thank you and good night.